يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا احنا بقالنا فتره طويله بنتكلم معاكم باستمرار عن الموسم الاستثنائي اللي حصل في الالعاب الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي، واللي نجحوا لاعبته ولاعباته ان هم يحصدوا 22 بطوله مختلفه. النهارده بقى عايزين نعرف مع حضراتكم ابرز هذه الصفقات كمان اللي تمت في الفتره الاخيره، وكمان عايزين نتكلم عن الاستعدادات لما هو قادم باذن الله. كل ده هنعمله مع احمد رشاد الناقد الرياضي اللي طبعا بنسعد بوجوده معانا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده. يعني اولا رشاد زميل معانا ومن الناس اللي بتطور نفسها بشكل كبير الحق يقال، وهو بيشتغل على نفسه، فانت بتشتغل على نفسك وبتجيب المعلومات وبتذاكر ومحضر، فاحنا سعداء جدا ومستنيين بقى نتكلم معاك عن الصفقات المختلفه طبعا. وهنتكلم بقى عن ابدا برجال اليد الاهلي، خلينا نبدا بيهم. قول لنا الجديد في الملعب. خليني بس قبل ما ابدا الكلام عن الالعاب الجماعيه، طبعا بتمنى للنادي الاهلي عنده مباراه مهمه امام نادي الداخليه النهارده في كاس مصر في دور ال 16. ان شاء الله نتمنى التوفيق والفوز للنادي الاهلي، وان شاء الله يتاهل لدور الثمانيه. نروح بقى لكره اليد. كره اليد طبعا احنا كلنا عارفين قدموا موسم قوي. صحيح. موسم استثنائي، حققوا الدوري والكاس، وحققوا السوبر الافريقي اللي منها تاهلوا لبطوله العالم للانديه. بصراحه القياده الفنيه او تغييرها في البدايه هي اللي خلت بصراحه الموسم يبقى استثنائي. يعني النادي الاهلي عنده دلوقتي المدرسه الاسبانيه في المديرين الفنيين الاسبان في كذا لعبه، فالنادي الاهلي في كره اليد دعم بشكل قوي في بدايه الموسم. كان في ناس طبعا او كل يعني مجموعه من جماهير النادي الاهلي كان ما عندهمش ثقه في البدايه في فريق اليد، لكن الحمد لله قدر فريق اليد ان هو يكسب 3 بطولات ويتأهل كمان لبطولة العالم للأندية، بعد طبعا دعم كبير وروح ما بين اللعيبة والقيادة الفنية اللي عملت حالة داخل الفريق. تعالى نقف شوية بقى عند القيادة الفنية دي الأسبانية تحديدا، لأن فعلا حكاية يعني ملفتة للنظر. وأكيد النادي الأهلي لما يكون بيتعاقد مع مدير فني عشان يعني يدرب أي فريق من الفرق الرياضية المختلفة، عارف كويس هو بيعمل إيه، بيدرس. صحيح. تاريخ وسي في كل اسم معروضين عليه، ويحسن انتقاء الافضل للنادي الاهلي. صحيح. ليه اسبانيا بالذات؟ وواضح كده ان كمان يعني عاملين شغل على مستوى رياضات مختلفه، مش حتى رياضه بعينها. اكيد طبعا، هي مدرسه مختلفه، مدرسه رائعه، واحنا عندنا 3 مدارس دلوقتي في النادي الاهلي، يمكن الاسباني ديفيد ديفيز في كره اليد، وعندنا الاسباني الجديد لفريق كره الطايره، وعندنا كمان اجوستي. فالمدرسه الاسبانيه قدرت تنجح مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره في كره اليد، حققوا 3 بطولات الحمد لله، وكنا قادرين نحقق البطوله الرابعه لولا يعني سوء التوفيق، والحمد لله ربنا اكرمنا وتاهلنا لبطوله العالم. عندنا مستر اجوستي مدرسة برضو أسبانية قدرت تنجح مع النادي الأهلي، حقق أول موسم ليه مع النادي الأهلي 5 بطولات، الموسم الثاني بيحقق 4 بطولات وهيشارك برضو في بطولة العالم للأندية. فبصراحة هي مدرسة ناجحة، لما جت النادي الأهلي قدرت تنجح مع النادي الأهلي، وقدر إن هم يدوا حاجة فنية مختلفة للعيبة النادي الأهلي، شفناها في الملعب وشفناها بطولات للنادي الأهلي. كلام محترم. طب انت بتفسر بايه نجاح مدرسه عن مدرسه؟ يعني ايه السبب في نجاح المدرسه الاسبانيه او الفكر الاسباني معانا؟ عندهم فكر مختلف، عندهم شغل رائع، يعني بصراحه قدر. يعني انا لو حبيت اتكلم عن اجوستي بشكل عام او بشكل خاص، اجوستي انا مسميه الساحر. هو جه مع النادي الاهلي قدر ان هو يطور من اداء اللعيبه، عمل روح ما بين اللعيبه وما بين بعضها، بيقدروا يشتغلوا على الحته الفنيه اكتر، بيقدروا ان هم يطلع من اللاعب كل اللي عنده، وده بنشوفه في الملعب. وقدر النادي الاهلي مع المدرسه الاسبانيه ان هو ينجح ويحقق كل البطولات هذا الموسم. يعني النادي الاهلي بيحقق موسم استثنائي زي ما حضرتك قلت استاذ كريم، 22 بطوله ده في الالعاب الجماعيه، انما لو اتكلمنا عن الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه فالنادي الاهلي محقق 35 بطوله. يعني النادي الاهلي بيقدم موسم استثنائي صراحه، كان فيه دعم طبعاً. وعلى مستوى العاب الصالات بشكل عام، طيب ايه اكتر الحاجات اللي اتغيرت واستجدت بعد ما بقى عندنا قياده فنيه اسبانيه جديده؟ يعني اكتر انعكاسات للقياده الاسبانيه الجديده على اللعيبه كانت في صوره ايه؟ اكتر حاجه الروح ما بين اللعيبه، بقينا بنشوف اللعيبه في الملعب. يعني احنا دايما كنا بنشوف عدم تركيز في الملعب، او في لعيبه بتطلع منهم، يعني بالنسبه لكره اليد بتطلع منهم كور مثلا بتكون حاجات خاطئه، انما قدر المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز ان هو يشتغل على الحته دي، وقدر ان هو يطور
كتير جدا من اداء اللعيبه، وده شغل شفناه شغل فني. الروح الجماعيه رجعت وشادت ناس كتير، وده شفناه في الملعب، يعني شفنا في الملعب بصراحه النادي الاهلي بيأدي اكثر من رائع في كل الالعاب، وقدر ان هو يستحوذ على كل الالعاب هذا الموسم. جميل. كلام جميل. بص بقى نخش على الصفقات. سهل المهم. هو يعني في اسماء هتعرف تقولها وفي اسماء ممكن لم يتم الاعلان عنها. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، ويمكن دي اللي انا عرفتها، ان في اهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي متمثله في اداره النشاط الرياضي بدعم الالعاب الجماعيه او بدعم كل الفرق هذا الموسم. حلو. علشان نبقى في المقدمه دايما، زي ما النادي الاهلي حقق موسم استثنائي، احنا محتاجين ان احنا نحقق موسم استثنائي الموسم المقبل، لان الجماهير النادي الاهلي ما بتقبلش الا بالبطولات خلاص على ليفل معين بالظبط. فخليني اقول خلينا نروح لرجال اليد بقى تحديدا، وطبعا استعداداتهم للمونديال. استعداداتهم ايه الصفقات بقى؟ احنا النادي الاهلي دعم، جبنا محمد مجدي من سموحه، ده لاعب كويس جدا بيلعب مكان علي زين، وبرضو جبنا محمد نبيل من الشمس برضو نفس المركز، اتنين لعيبة مميزة. إن شاء الله النادي الأهلي هيشارك في بطولة البوسنة الدولية الفترة اللي جاية بإذن الله، علشان منها يستعد لبطولة العالم للأندية. كمان قبل بعد بطولة البوسنة ده هيبقى فيه الدوري، الاتحاد طبعا لسه ما أعلنش عن موعد انطلاقه أو المواعيد الرسمية لانطلاق البطولة، بس دول هيكونوا بطولتين مهمين جدا استعدادا لبطولة العالم. أكيد في طبعا بعد ما نخش أو نبدأ استعداداتنا القوية لبطولة العالم أو قبلها بأيام، هيتم الإعلان عن محترفين ينضموا للفريق لمساعدة طبعا الفريق في البطولة. لكن خليني أقول لك اللي هو بشكل رسمي الاتنين لعيبة دول اللي انضموا لفريق كرة اليد، وإن شاء الله إحنا عندنا لعيبة مميزة جدا يقدروا يصنعوا الفارق في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. كويس. طيب بخلاف كرة القدم، لأن أكيد مش هنختلف حول شعبيتها وجماهيريتها وقدرتها الدائمة على جذب الكم الأكبر من أنظار الناس والمهتمين بالرياضة بشكل عام. طيب النادي الأهلي ما هوش النادي الوحيد اللي عنده فرق رياضية مختلفة بخلاف كرة القدم، في أندية كتير عندها رياضات مختلفة. إشمعنى النادي الأهلي اللي دايما بيكون حريص على أن يكون فيه إنجازات ومكاسب وانتصارات على كل على مستوى كل الرياضات أكتر من أي نادي تاني؟ يعني أي نادي تاني بتلاقيه مهتم فقط بالفريق الأول لكرة القدم فيه طبعا، وعلى استحياء بيهتم بالفرق التانية، علما بأن كتير من أو بعض النوادي دي برضو عندها إمكانيات مادية كويسة تسمح لها بأنها تدعم ملفات الرياضات الأخرى، ومع هذا ده ما بيحصلش. أكيد طبعا. عايز أقول لك على حاجة مهمة أستاذ كريم، أن النادي الأهلي وجماهيره ما بيقبلوش إلا بالبطولات، وما بيقبلوش غير أن هم يبقوا في المركز الأول. فالنادي الاهلي ما بيهتمش بكره القدم فقط لا غير. النادي الاهلي محقق موسم استثنائي في كره القدم، وبرضه محقق موسم استثنائي في الالعاب الجماعيه. فالنادي الاهلي بيبقى حريص دايما على كل الالعاب، وحتى بنشوف في النادي الاهلي حاجه مختلفه جدا، ان هو مهتم بكل حاجه داخل النادي الاهلي، مش كره القدم بس، لكن الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، بيهتم بالاعضاء، بيهتم بكل حاجه داخل النادي الاهلي تبقى رقم واحد. وهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان هو دايما بيكون موجود على منصات التتويج، ودايما النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه. فهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان هو بيهتم بكل حاجه، مش بيهتم بس بكره القدم وما يهتمش لا بالالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه، هو مهتم بكل حاجه. وده الحاجه الجميله والحلوه اللي بنشوفها في النادي الاهلي اللي بتختلف عن اي نادي اخر. حلو جدا. طب لو هنروح بقى، بص انا همسك رياضه أكيد. عايز اروح لسيدات، سيدات اليد برضو سيدات اليد من الفرق اللي مؤخرا ابتدينا نسمع عن مستوى افضل بكتير في النتائج بالنسبه لهم، فده برضو نقله مختلفه وموسم فعلا استثنائي ليهم. خلينا نتكلم اكتر، ولو في صفقات كمان جديده. خلينا اقول لك المعلومه اللي عندي في كره اليد سيدات، ان المحترفه مكملة مع النادي الأهلي، موجودة في النادي الأهلي. النادي الأهلي بيضم عناصر مميزة من اللاعبات، شفنا الموسم اللي فات النادي الأهلي قدر يحقق الكاس والدوري، وقدر أنه هو يحقق ميدالية في بطولة كاس الكؤوس الأفريقية، يمكن كانت غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة كبيرة. فبداية الموسم كمان تم تغيير القيادة الفنية، زي ما بتكلم على تغيير القيادة الفنية في كل الألعاب. يعني ده مفتاح النجاح، خلينا نقول يعني النقلة النوعية في الرياضات المختلفة داخل النادي سببها تغيير بعض القيادات الفنية، لأن انعكاساتها جاية بإيجابية. بس هل ده كان مشكلتنا أصلا؟ لا، هو مش مشكلة. إحنا الفكرة أن أنت لما بتغير مدير فني
المدير الفني بيجي، هو المدير الفني بيبقى شايف هو محتاج ايه في الفرقه، محتاج ان هو يدعم بايه او المراكز اللي هو محتاجها. فالنادي الاهلي بيوفر ده على طول، يعني النادي الاهلي لما بيطلب منه دعم في اي مركز من مراكز الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه، بصراحه النادي الاهلي ما بيتاخرش باي شيء. فالنادي الاهلي دايما بيلعب على حته ان هو يبقى دايما رقم واحد. فالقيادة الفنية سبب مهم جدا، لكن الروح ما بين اللاعبات لما بيكون معاهم مدير فني على أعلى مستوى بيقدر يغير من أدائهم في الملعب بشكل كبير، ويطور بشكل كبير، ده اللي بنشوفه داخل الملعب وبنشوفه بطولات على أرض الواقع. جميل، تعال بقى ناخدك شوية بعيدا عن النادي الأهلي وهنرجع له تاني، بس أنا عايز أتكلم على حتة مهمة جدا في قصة الصفقات. أنا عايز بس أقول على حاجة مهمة، إن في اهتمام خاص بقطاع الطايره في النادي الاهلي، عشان بس جماهير النادي الاهلي يمكن قلقانه شويه على قطاع الطايره في النادي الاهلي، لكن في اهتمام كبير جدا في النادي الاهلي. الناس قلقانه من ايه على قطاع الطايره؟ لان احنا طبعا لما خسرنا السنه اللي فاتت في الرجال والسيدات، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق بطولات. فالسنه دي طبعا كانوا بيطالبوا ان هيشوفوا هم عايزين ايه او محتاجين ايه في القطاع ده، او محتاجين ان هيكون في دعم الفتره اللي جايه. لكن المعلومه اللي عندي ان هيكون في اهتمام كبير جدا. اهو جه مدير فني اسباني للفريق الاول لكره الطايره، كره الطايره سيدات، في مدير فني جديد الكابتن ابراهيم فخر الدين. فان شاء الله في اهتمام كبير جدا للقطاع ده، وهنشوف فيه صفقات قويه ان شاء الله. طبعا هيتم الاعلان عنها بعد ما طبعا يتم الاعلان عنها رسميا من النادي الاهلي، لان دي سياسه النادي الاهلي، احنا ما نقدرش نعلن عن اي حاجه الا لما النادي الاهلي يعلن عنها. طيب تعال بقى نروح للدوله المصريه نفسها. أكيد والحقيقه طبعا احنا بقالنا فتره، يعني ودي حاجه كلنا واخدين بالنا منها، ان في نجاح ملحوظ للدوله المصريه في حسن استضافه وتنظيم فعاليات اكبر واهم البطولات الرياضيه على مستوى العالم، بما فيها بطولات عالم وكؤوس عالم. يعني في الفتره الاخيره كان عندنا بطوله عالم تقريبا في الرمايه، وقبل منها في السباحه بالزعانف، واعتقد في الخماسي الحديث لو انا مش غلطان. والحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال، كل الناس وكل الوفود اللي كانت بتشارك في اي بطوله منهم بعد ما بيرجعوا بيقولوا احلى كلام عن اكيد طبعا، واشاده عالميه كبيره يعني بشكل كبير قوي. اكيد طبعا. سر ده ايه في رايك؟ صحيح. بص عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، ان مصر في الفتره الاخيره هي بتشهد نجاح كبير جدا في تنظيم كل البطولات. بصراحه بنشوف على ارض الواقع حاجه مشرفه جدا. الرياضه المصريه شهدت طفره كبيره بدعم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني عايز اقول لحضرتك ان الرياضه فعلا في مصر بقت بتشهد طفره كبيره. بنشوف مصر بتنظم العديد من الاحداث وبتنجح في كل هذه الاحداث. بنشوف اشاده عالميه من كل الدول بتنظيم مصر. فبصراحه سبب النجاح هو التنظيم الرائع، وبنشوف على ارض مصر يعني تنظيم كبير جدا، وبنشوف لاعبتنا موجودين على منصات التتويج دايما. فبصراحه مصر في الفتره الاخيره قدرت تنجح في كل المحافل الرياضيه اللي نظمتها. كان دي التصفيات الان بيقال اللي احنا كنا بنتكلم عنها برضو، ده كروري المخرج معانا، ده ماتش الاهلي اول برضو مصورة اكثر من رائعه بصراحه. بس عايز اسالك على حاجه برضو، الاهتمام الجماهيري بالرياضات المختلفه يعني والبطولات اللي احنا بنتكلم عنها وكريم دلوقتي بيتكلم عنها المختلفه الدوليه اللي بيبقى فيها عدد كبير جدا من وفود وغيره جاي وجاليات جايه، فهل الاهتمام بقى الجماهيري بتشوفه في محتاج زياده شويه؟ يعني لا، في انا عايز اقول لك على حاجه. في جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مختلفه جدا. جماهير النادي الاهلي لو ايه يخص النادي الاهلي هم بيروحوا وراه اي لعبه، بنشوفهم موجودين في الالعاب الفرديه وعارفين اللعيبه واحد واحد جدا ومتابعين لحظه بلحظه. عايز اقول لك ان لو النادي الاهلي حصل اي خساره، وده ما بيحصلش طبعا الحمد لله، بنشوف جماهير النادي الاهلي دي زعلانه. فجماهير النادي الاهلي دايما موجوده بصراحه، وبتشجع كل الفرق مش كره قدم بس. بصراحه انا بشوف جماهير النادي الاهلي ماليه الاستاد في كل حته وماليه الصالات والمنتخبات كمان يا رشاد. وفي المنتخبات لا، خليني بقى قصه المنتخبات دي، ان فعلا النادي الاهلي داعم كبير جدا لكل المنتخبات الوطنيه. بنشوف مجموعه كبيره جدا من اللاعبات داخل النادي الاهلي موجوده في المنتخب. يعني احنا عندنا في منتخب السله سيدات موجود 4 لاعبات، وفي منتخب السله رجال موجود 6 لاعبين. عندنا بصراحه
لعيبه كتيره جدا، وفي منتخب الطايره هيكون برضو في حوالي من 6 لـ7 يعني. ده وضع كره القدم عادي يعني، المنتخب دايما بيكون العدد الاكبر منه من النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر داعم كبير جدا للمنتخبات الوطنيه، ولاعبتنا دايما بيشرفونا بصراحه مع المنتخب زي ما هم بيشرفونا في النادي الاهلي. جميل. طب لاعبي ولاعبات النادي الاهلي بقى في الرياضات المختلفه بيستعدوا لايه الفتره الجايه؟ ايه البطولات اللي احنا ان شاء الله النادي الاهلي هيشارك فيها قريبا؟ احنا كره اليد طبعا عندهم بطوله البوسنه الدوليه دي، وبعد كده عندهم الدوري النادي الاهلي طبعا، وبعد كده طبعا كلنا عارفين بطوله العالم للانديه. كره الطايره رجال وسيدات عندهم برضو الدوري بقى والكاس، والاستعداد للموسم الجديد كل الفرق بدات تدريباتها طبعا، لكن بس لسه ما تمش الاستقرار على التدريبات القويه، لان لسه طبعا مجموعه من الفرق ما فيهاش القوام الرئيسي بتاع الفرقه، لان طبعا زي ما انا قلت لكم من شويه ان اللاعبات او اللاعبين موجودين مع المنتخبات الوطنيه. فلسه ما تمش الاستعداد القوي، لكن اللعيبه بدات تتمرن، بدات تستعد بكل قوه، وان شاء الله باذن الله يحققوا موسم استثنائي زي الموسم الماضي. انا في حاجه لفتت نظري واحنا عمالين يعني دلوقتي نشوف بعض الفيديوهات المختلفه والتتويج المختلف للنادي الاهلي برياضاته المختلفه وفرقه المختلفه. كابتن محمود الخطيب، احنا بنتكلم لغه ارقام وبواقع، هو يمكن اكتر يعني مدير رئيس نادي عفوا قعد او كان موجود على منصه التتويج، يعني فكر كده بعدد البطولات والتتويج اللي هو كان مشارك فيها حفلات التتويج. ده غير رقم من اعلى الارقام، ده غير المرات اللي هو اناب فيها غيره كمان اللي يقف. صحيح صحيح. يعني خليني اقول لك والله يعني الكابتن محمود الخطيب يعني اسطوره كبيره صراحه، النادي الاهلي تحت قيادته محقق العديد من البطولات، بنشوف موسم استثنائي بصراحه في الالعاب الجماعيه، بنشوف موسم استثنائي في كره القدم، يعني شايفين روح اللعيبه، وشوف اللعيبه بتعمل ايه مع الكابتن محمود الخطيب دايما، وحركه متكرره كمان يعني، وحركه متكرره في كل الرياضات في كره القدم، وبنشوفها في الالعاب الجماعيه. فمهما نتكلم عن الكابتن محمود الخطيب بصراحه مش هنوفي له حقه، بس النادي الاهلي بصراحه تحت قياده الكابتن محمود الخطيب محقق نجاح كبير جدا وملحوظ، وان شاء الله نقدر نحقق الفتره اللي جايه العديد من البطولات. اللقطه دي اللقطه المتكرره دي زي ما حضرتك تفضلت من شويه وقلت ايه، انها بنشوفها في كره القدم وبنشوفها في يعني في رياضات مختلفه، بس هي لقطه بليغه قوي، بتقول كلام كتير، بتقول كلام يعني. انا عايز يعني اقول فكره لك إن اصرار كل اللعيبه واللاعبات ان هم لما بيكونوا في منصه تتويج لازم يلبسوا كابتن محمود الخطيب الميداليات بتاعتهم، لان خلي بالك يا استاذ كريم ان اللاعبين واللاعبات هم شايفين بالنسبه لهم ان الكابتن محمود الخطيب ده اسطوره ورمز، بيتعاملوا معاه كاب طبعًا. فده دي الحاجه التلقائيه اللي بيعملوها اللعيبه او اللاعبين، ان هم بيدوا له حتى عايزين يوفوا له جزء حتى لو بسيط من حقه، فيها امتنان صريح. صحيح يعني صحيح. فهي دي عاده النادي الاهلي بصراحه. انا عايز اكلمك بمناسبه بقى الرمز والقدوه، وهروح معاك شويه للناشئين يعني الرياضات المختلفه. اكيد. ده الاساس اللي انت بتبني عليه مستقبل النادي او مستقبل المنتخب او غيره. اتكلمنا شويه عن قاعده الناشئين عندنا في الرياضات المختلفه، وهل فعلا فكر النادي الاهلي زي ما كنا بنسمع ان انا اعتمد على اولاد النادي اللي بيجوا اكتر من فكره الصفقات والفكر او الدم الاوروبي او غيره المختلف اللي بيجي ينضم بعد كده بصفقات احترافيه، واللي هي طبيعيه ان هي تكون موجوده، بس النسبه اكتر ان انا اعتمد على الناشئين وان انا اسسهم صح، وفي نفس الوقت ان انا اديهم الرموز اللي هي معاهم في الاكاديميات او في القاعده بتاعه الناشئين، مدرسه الناشئين يعني، ان هم يشوفوها قدوه ليهم ويبتدوا يحتازوا بيه في المستقبل زي ما كنت بتتكلم عن كابتن محمود. صحيح. خليني اقول لك ان قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي بيمتلك عناصر مميزه جدا جدا جدا، وبنشوف من العناصر دي موجوده في الفريق الاول وبيقدموا مستوى طيب ورائع طول الموسم. خليني اتكلم بس في نقطة مهمة جدا، وهي السنة اللي فاتت ان النادي الاهلي تم الاعتماد على الناشئين، على اولاده او الشباب من ولاده مسكهم، يعني زي مثلا الكابتن مودي الجرحي كان موجود في قطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، قدم مستوى طيب، حقق العديد من البطولات في القطاع، والسنة دي برضه هنشوف برضه النادي الاهلي بيعتمد على اولاده في قطاع. فكرة ان انت بتعتمد على الشباب في النادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين مع السن الصغير دول، بيقدروا ان هم يدوهم خبره من اللي هم اتعلموهم على مدار سنينهم مع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيمتلك بصراحه مواهب كبيره جدا في قطاع الناشئين والناشئات، هيكونوا مستقبل النادي الاهلي في الفتره اللي جايه.
ان شاء الله. احنا للاسف وقتنا انتهى في الفقره الاولى، يا دوب نلحق نقول لك شكرا جزيلا نورتنا. بشكرك يا استاذ كريم وبشكرك يا استاذ نهاوند، وسعيد جدا ان انا كنت موجود على قناه دي. النادي الاهلي بشكرك جدا، وده مكانك في الاول في الاخر طبعا. نشوفك قريب باذن الله، وكمان يعني اكيد اخبار تكون كالعاده كواليس وانفرادات ان شاء الله بعد ما يعلنوا الصفقات باذن الله. انا عارفه انت عندك الاسماء، بس طبعا بنلتزم اكيد بالاعلان طبعا. احنا اكيد بنلتزم بسياسه النادي. خلينا نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم للفقره الثانيه، خليكم معانا.